هياخد قمر الدين حطه في الكزرونه، مش محتاج سكر، هو في يعني قمر الدين مسكر اصلا، فهاخد منه كوبايتين كده او ثلاثه ماشي، على هدوب له نشا، ممكن اخد له حتى من دي قبل ما يسخن كده، تعالى هنا نص كوبايه، احط فيها نشا ثلاث معالق كبار، ماشي، علشان يتعمل لي ايه مهلبيه سميكه، علشان ما تفكش مني وانا بعملها، فلما اجي احطها على النار ما تسحش وتنزل في الكنافه، فلازم تكون مهلبيه تقيله. فثلاث كوبايات على ثلاث معالق كبار مليانين من النشا، او اكتر لو عايز تزودي كمان معلقه ما يجريش اي حاجه، ماشي، بس حطهم عليها واقلب بقى فيها لغايه ما تتقل وتجولي من الفاصل. هناخد سمنه سيحها معايا، انا هنا المهلبيه خلاص اتعملت، وهنا بقى هاخد سمنه في الايه، في الصينيه اللي حفرت فيها حاجه كده كويسه عشان تحمر لي وش الكنافه. بص بقى انا كده احط اهي الكنافه بعد ما فرمتها حلو، وانا حاطه سمنه كويسه هنا كده ماشي، وبعدين اروح واخده بقى ايه الصينيه الاصغر منها. اه انت تعالي حلو، نشمر بس نشمر ونضغط، وبعد كده هتكون هي ايه بقت بق وخامه واحده كده ما فيهاش سمنه، السمنه تحت بس، هاجي بعد كده هنا اهو واحط السمنه انا ما حطيتش سمنه ليه قبل ما اعمل ده، لان هي ما بتتفردش حلو لو فيها تقابه فيها شويه كلاكيع كده، فالاحسن ان انا لا افردها كويس قوي وبعدين احط ايه السمنه بقى زي ما انا عايزه. ادي مهلبيه القمر الدين هتبرد دلوقتي تتقل. اه ان شاء الله، بصوا كده اهو شويه زبيب، وبعدين اكمل الايه الكنافه بنفس الطريقه. نحط السمنه برضو عليها وندخلها الفرن لغايه ما تحمر، هتطلع هديها ايه الشربات. عايزه بقى تسقيها شربات بالبرتقال بيبقى حلو جدا معاها.